شمس مساء الخير. مساء النور شمس. بدي بلش معك ببعض القصص. سلسلة الصحة البدنية شخصيتي المتميزة. أرفض نونة والخوف من سخرية الآخرين. لما بستعرض أنا وياكي بعض عناوين هيدول القصص، شو بتتذكر شمس؟ بتذكر لما أحكي القصص لأولادي وقت النوم. أي نوع قصص بتكوني حريصة أكثر شيء إنك تقريها لأولادك؟ أنا أحب القصص الخيالية، أحس إنها أقرب للأطفال. أنا يعني حريصة من أولادي يكون أول شيء ثقتهم في نفسهم، بيعتمدوا على نفسهم على أشياء كثير، الاحترام، أشياء زي هيك. يعني بدي أقول لك شغلة، لما أنا أستضيف أطفال بالحلقة، صحيح إحنا كأهل واجبنا دايماً أنه نوصل هذه الرسائل للأطفال ونجرب ننمي عندهم قدراتهم من خلال القصص والوقت اللي احنا بنقضيه معهم، ولكن المفارقة اللي بدي أقول لك إياها اليوم أنه أنا لما أستضيف أطفال بتعلم منهم 100 درس ودرس. بلشت معك الحلقة عم نقرأ بعض العناوين من القصص المعروفة في السعودية وفي المملكة، قصص الأطفال. الليلة حضرتك جيتي من المملكة العربية السعودية من جدة تحديداً إلى برنامجي كرمال نحكي عن قصة بعد لهلأ ما ذكرناها. والقصة اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي قصة يزن. أكيد. مين هو يزن؟ يزن هو ابني. إذا بدنا نحط عنوان لقصة يزن ابنك، أي عنوان بتحطيه؟ التحدي والأمل. التحدي والأمل. أيوه. قديش عمر القصة؟ عمر القصة 9 سنين، وعمر يزن برضه 9 سنين. والقصة مش ممكن تكمل غير ما يكون يزن موجود معنا. أكيد. استقبلوا مع يزن. أنت اليوم بطل قصتنا. لما سألت الماما إذا بدها تحط عنوان لقصة يزن، قالت لي بدها تحط التحدي والأمل. بتوافق أو ما بتوافق؟ أوافق. ليش؟ عجبني الاسم وصراحة يعني يناسب. بشو بتتحدى أكثر شيء؟ بتتحدى نفسك أو بتتحدى الآخرين؟ الآخرين. وأين يزن بتحدى نفسه؟ تحدى نفسي يعني زي أول، يعني ما كنت أمشي ولا شيء. شو اللي كنت تحاول أول شيء ما كنت تقدر تعمله وصرت تعرف تعمله؟ الدرج، ما كنت أعرف. أنت تعلمت لحالك تطلع على الدرج؟ من يوم أنا بيبي كنت أحبي. أول شيء كنت تحبي على الدرج. طيب لما صرت تكبر أكتر شوي أنط برجل واحدة؟ إيه، أمسك الحديدة وأنط، بعدين بالعكاز صرت أمشي. طيب التحدي الأول قلت لي الدرج، التحدي الثاني شو؟ تحدي الكرة. كرة؟ تلعب كرة؟ ايه. دفاع او هجوم؟ احيانا هجوم واحيانا هذا خط وسط. انت شو بتحب اكثر شيء؟ هجوم. وبتلعب مع مين تلعب؟ تلعب كرة قدم؟ مع اولاد عمالي. تلعب معاهم؟ ومين بيغلب؟ نحن. شمس؟ بأي عمر بلش يزن يلاحظ إنه هو مختلف عن إخواته؟ بعمر 5 سنين. كيف تعاطيتي مع هذا الاختلاف قبل ما يزن يوعى على هذا الاختلاف؟ بس كنت أقول له يعني دائماً يعني كلامي أنا وياه، يعني حتى لما يقول ليش يا ماما نرجولي كذا، كنت أقول له يعني هبرك دبرة، لما تكبر إن شاء الله حتطلع لك، حتطلع رجولك بعدين. أيمتى عشت الواقع؟ أيمتى تقبلت الواقع مزبوط؟ وأيمتى قلتي بدي بلش خبر يزن الحقيقة مزبوط؟ بعد ما رحت الأطباء، يعني جدة، مستشفيات جدة كلها أجمعوا أنه يعني يا بتر أو بتضل هيك أفضل يعني، ويستعمل رجل الصناعية. ولكن اليوم يزن من دون إجهر الصناعية. يزن فاجأني بعد 3 سنين أنه بطل، ما عاد بده رجل الصناعية. يزن، أنت ليش قلت له للماما أنا ما أبغى الإجهر الصناعية؟ لأنه ما ريحتني يعني. لما يسألوك فين رجلك إيش بتقول لهم؟ في
عندي ثلاث رجول، واحدة حديدية، واحدة ذي، واحدة هذه، بس. عندك ثلاث رجول، هيك بتقلهم لأصدقائك بآخر الحلقة. إذا أنت بدك تحط عنوان لقصة يزن، أي عنوان بتحط؟ البطل يزن. لما ترجع على جدة هلأ، في دار نشر سعودية منتظرة يزن يروح لعندها كرمال يزن يخبر قصته لدار النشر ويعملوا من يزن قصة، كتاب قصة، ويوزعوه على كل العالم، ويصير الأمهات يقروا لأطفالهم يا شمس، يتعلموا من يزن الأمل والتحدي والبطولة. أكيد إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.